ومنصة التواصل الاجتماعي البارح واليوم لا حديث لها يعني إلا عن الطفلة الموهوبة سارة المنور، ما عرفتش شو سمعتوا بها، اللي عندها خط جميل جدا. فيعني يكفي أن تكون عندك بشرى الموهبة باش أنك تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي كيف ما قلت خلقت الجدل والحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الخط ديالها كان جميل جدا. وهاد التلميذة العجيب في الأمر أنها بقى يعني في المستوى الثاني، يعني بقى صغيرة بفرعية بإحدى الدواوير بنواحي ستات، يعني بفرعية بعيدة جدا، منطقة شوية نائية. وربما اللي كيبين على أن الإهمال اللي كتعاني منه بعض المناطق المغربية والمهمشة والمقصية ما كيأثرش على بعض الطاقات اللي كتكون فيها على الموهبة ديالها طبعا. فهي برزات كيف ما قلنا ووصلت يعني للمنصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الإطار عندي جوج ديال التعليق غادي نقراهم. التعليق الأول ديال أميمة الباوي كتقول فيه: رغم التهميش والإهمال ولاد الشعب يخلقون الحدث ويتحدون جميع المعيقات من أجل التميز. تحية لوالدي الطفلة ولمدرسيها. للإشارة هو كان المدرس ديالها هو اللي لقنها أبجديات الخط العربي، ومن بعد جات أستاذة من موراها حتى هي يعني كملت في المشوار ديالها وعلمتها يعني الأبجديات ديال الخط العربي. وهذا الشيء يعني كيبين على أنه بالرغم من المشاكل جميلة أكيد اللي كتعيشها المنظومة التعليمية ديالنا والمدرسة العمومية ديالنا، إلا أنه كتبقى أنها كتنجب يعني بالرغم من ذلك يعني بعض الطاقات اللي كتكون مشرفة للمغرب. وفي الوقت اللي الآباء كيتشكاو، لأن دابا كنعرفوا بأن الأطفال ولا هذا ولا التلاميذ كيكتبوا على لي طابليت وبالتليفون وهذا، فالأغلبية الخط ديالهم يعني كان أخطاء إملائية، فكتبقى هذه البنيته واخا أنها كتواجد في منطقة بعيدة على المركز، ولكن تنهنيوها وكنتمنوا أنها يعني تستافد أكثر باش ماشي تحصل الخط لأن خطها زوين، ولكن على الأقل تدخل في دورات تكوينية وتكون عبرة لتلاميذ آخرين. أكيد يستفدوا منها كيف ما قلتي تلاميذ آخرين.